حلو جدا. يبقى كده اتكلمنا عن الفايل سيستم، واتكلمنا على الدايركتوريز او اهم الدايركتوريز اللي موجوده فيها على طول مباشره. اهم حاجه بس ما تنساش ان السلاش دي، ها اول حاجه بيسموها روت فايل سيستم. السلاش دي مش موجوده في الحقيقه اساسا. خلاص تعال نكمل كده بسرعه قبل بس ما نشتغل اي حاجه عملي. تعال اكلمك على شويه حاجات. انا قلت لك احنا عندنا السلاش موجوده اهي. خليك فاكر السلاش دي مش موجوده في الحقيقه. خلاص في ويندوز، ويندوز بيفصل بين كل دايركتوري والتانيه بباك سلاش وليس سلاش. خلاص خليك فاكر الحكايه دي ماشي. يعني لو جيت هنا في ويندوز اهو، بص لو جيت دخلت مثلا السي وليكن بروجرام فايلز، بص لي هنا كده سي كلينر مثلا اهو. بص الفصل بين كل دايركتوري والتانيه ايه؟ باك سلاش. ها خليك فاكر دي اسمها سلاش، دي اسمها باك سلاش، ما تخلطش بينهم. اللينكس بيشتغل بمين؟ بالسلاش وليس ها الباك سلاش دي. واضحه الحكايه دي اهو. خلينا نكون متفقين من الاول عشان الناس بتغلط فيها كتير. طيب حلو جدا، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، انا قلت لك ان الفايل سيستم بيبدا بالسلاش، وتحت السلاش هتلاقي مجموعه دايركتوريز زي هوم مثلا، وزي فار، وزي وليكن بن. تمام، تحت هوم دي هتلاقي فيه دايركتوريز ثانيه مثلا زي يوزر اسمه مصطفى، زي يوزر تاني اسمه علي، وهكذا ماشي. تحت فار برضو هتلاقي مجموعه دايركتوريز ثانيه موجوده، وتحت كل دايركتوري مجموعه دايركتوريز ثانيه موجوده. ممتاز. تعال كده نافيجيت الفايل سيستم. تعال كده نبص على الفايل سيستم كده. بص لو جيت اقول له كده ls سلاش، قال لي دي الدايركتوريز اللي موجوده. طيب بص كده، لو انا عايز اقول له وريني اللي موجود في الهوم هقول له ايه؟ بص هتبقى ls سلاش، وده بدايه الفايل سيستم، واقول له هوم. جرب كده ls سلاش هوم. شفت قال لي ايه؟ مصطفى. طب انا عايز اقول له وريني ايه اللي جوه هوم مصطفى، ايه اللي جوه الفولدر ده والفولدر ده، او ايه اللي جوه الفولدر اللي اسمه مصطفى اللي جوه هوم. ls اختصار لليست، قلتها امبارح والله، ليست فايلز. وريني ايه الفايلز والدايركتوريز، تعادل الداير في ويندوز. ماشي طيب ممتاز جدا. فبص كده معايا، لو حبيت اقول له وريني اللي جوه الفولدر اسمه مصطفى اقول له ايه؟ ls سلاش هوم بعد كده مصطفى. طب هفصل بين هوم ومصطفى بايه؟ قال لك بتفصل بين كل دايركتري والبيرنت بتاعها بسلاش برضه. السلاش الاولانيه دي اسمها الروت فايل سيستم. طب ايه السلاش الثانيه؟ السلاش الثانيه دي الفصل اللي بينهم اسمها سيبريتور. دي فاصل بس لا اكتر ولا اقل. يبقى السلاش الاولانيه دايما هي الروت فايل سيستم، لكن السلاش الثانيه ها دي عباره عن سيبريتور فقط لا اكتر ولا اقل، ما تخلطش بينهم. واضحه؟ طيب كلام جميل. تعال كده نجرب ls كده سلاش هوم مصطفى اهو. شفت؟ طيب تعال نتكلم على رول رقم 2 النهارده. تعال نتكلم على رول رقم 2 النهارده. انا قلت لك اول رول كانت ايه؟ everything is a file. طب الرول رقم 2 ان اللينكس كيس سنسيتيف. اللينكس كيس سنسيتيف تمام؟ يعني ايه؟ يعني البي كده مختلفه عن البي كده تماما. تمام كده؟ واضحه؟ طيب حلو. الكلمة اللي اسمها documents بالشكل دي مختلفة عن documents بالشكل ده، مختلفة عن documents بالشكل ده، مختلفة عن documents بالشكل ده. الأربع كلمات أربع كلمات مختلفين تماما.
ولو كريت 4 ملفات كل واحدة بنفس الاسم هتشتغل معاك زي الفل، طالما ان في ايه، ها، في اختلاف في الكابيتال او السمول ليترز. اللينكس كيس سنسيتيف، الويندوز مش كيس سنسيتيف. في الويندوز لو قلت له فايل بالشكل ده هيساوي فايل بالشكل ده، هيساوي فايل بالشكل ده. لو اسم ملف كده هيبقوا كلهم شبه بعض بالمنظر ده، ماشي؟ خليك فاكر الحكايه دي. طيب معنى كده ان لو انت قلت له كده ls home مصطفى الفولدر اللي اسمه داونلودز، اهو هتقول لي ايه ده، ما ورينيش حاجه، الامر اتنفذ. اه الامر اتنفذ، بس ما فيش اي فايلز جوه الدايركتوري، فخلاص ما ظهرش حاجه. تمام كده؟ طيب الامر ده لو انت جيت قلت له كده داونلودز كده، بص هيطلع لك يقول لك ايه، في ايرور هنا يا معلم، هيقول لك كانت اكسس هو مصطفى داونلودز دي، لان الغلطه عندك ان داونلودز دي الدي كابيتال، انت عملتها ايه، الدي سمول. ها خليك فاكر الحكايه دي. ها حد عنده اي مشكله؟ طيب الرول رقم 3 النهارده، الرول رقم 3 النهارده، بص لي كده، نرجع مره ثانيه، تعال نمسح الكلام ده ونرتبها بشكل احسن شويه. انا عندي ببدا بالسلاش تحت منه الهوم، تعال ناخد الهوم كمثال، حلو جدا مثال الهوم ده بدنا شغال عليه. تحت الهوم عندي فولدر اسمه مصطفى، جوه مصطفى كان عندي فولدر اسمه داونلودز، صح؟ بص يا سيدي، لو انت بتقول له، لو انت بتقول له، او اسف، الاول انت بتفصل بين هوم ومصطفى بايه؟ بسلاش. طب وبتفصل بين مصطفى وداونلودز بايه؟ بسلاش. تمام كده؟ طيب بص كده، لو انت بتليست فولدر او دايركتري ممكن تضيف لها في اخر الاسم بتاعها سلاش، وممكن ما تضيفوش، براحتك مفيش اي مشكله في كده. تاني، لو انت بتتعامل مع دايركتري فانت ممكن تضيف لها في اخر اسمها سلاش، وممكن ما تضيفوش، مش هيبقى فيها اي ايرور. لكن لو انت بتتعامل مع فايل وضفت له في الاخر سلاش، ده كده غلط. ها واضحه الحته دي؟ تعالى كده بص كده، لو جيت اقول له هنا كده مثلا ls سلاش var، بص لو قلت له var ايه اللي حصل؟ اشتغل. ولو قلت له var وضفت له في الاخر سلاش، برضه نفس النتيجه. تمام كده؟ طيب ls كده مثلا var log، انا عندي فولدر اسمه log اهو موجود، اهو شايفه اهو var log، ما ضفتلوش اي سلاش في الاخر، اشتغل؟ اشتغل مفيش اي مشكله اهو. طب لو ضفتله سلاش برضه نفس النتيجه مفيش اي مشكله. لكن لو انا بتعامل مع فايل، لكن لو انا بتعامل مع فايل زي ده كده وقلت له ls var log او زي ده مثلا messages ده اهو، لو ما ضفتلوش في الاخر سلاش هيشتغل، بس لو جيت ضفت له في الاخر سلاش ايه اللي حصل؟ قال لك لا 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 لا، ثانيه واحده، ده مش دايركتوري، ده فايل، ما ينفعش تضيف له في الاخر سلاش. طيب بص كده يا سيدي، وانت بتعمل ليست للفايلز لما جيت عملت الامر الاسم وال اس، لقيت فيه حاجات باللون الابيض وحاجات باللون الازرق، شايف؟ اللي باللون الابيض ده معناه ان هو فايل، اللي باللون الازرق ده معناه ان هو ها دايركتوري. خدها النهارده عندك قاعده، ماشي؟ واضحه الحكايه دي؟ ها اللي باللون الابيض ده هتلاقيه فايل، اللي باللون الازرق هتلاقيه ها دايركتري، واضحه؟ طيب كلام جميل. يبقى تاني لو انت بتتعامل مع دايركتري ممكن تحط في اخر الاسم بتاعها سلاش، وممكن ما تحطش مفيش اي مشكله. لكن لو فايل ها
لو حطيت سلاش في الاخر الكلام ده غلط، الكلام ده مش مظبوط، هيطلع معاك ايرور ويقول لك ايه ده نوتا دايركتري. ماشي، حد عنده اي مشكله؟ طيب بص لي بقى كده يا سيدي، تعال اقول لك على امر كمان هتاخده النهارده، امر كمان هتاخده النهارده. لو عايز تعرض، لو عايز تعرض ملف، عايز تعرض الكونتنت بتاع ملف، بكلمك على ملف من نوع تكست، ها ابسط حاجه خالص، لو عايز تعرض الكونتنت بتاع ملف، ماشي، تعال مثلا ملف اللي اسمه مسجز ده اهو، حاجه اقول له كده كات var log messages، الامر اللي اسمه كات بيعرض الكونتنت بتاع الامر ده. كات ده اختصار لكونكاتينيت، يعني اعرض زي بريفيو بالظبط. ماشي، بص كده الكلام ده، الكلام ده هو الكلام اللي مكتوب جوه الملف ده، كل اللي مكتوب جوه الملف. ماشي كده، يبقى ls كان بيعمل ايه؟ كان بيليست الفايلز اللي موجوده جوه الدايركتري، لكن كات كان بيعمل ايه؟ كان بيعرض الكلام اللي كان موجود جوه ها ملف، ايه اللي مكتوب جوه الملف ده. طيب كلام جميل. حاجه كمان، حاجه كمان، بص كده تعالى بقى ايه نكبر الدنيا شويه، تعال نكبر الموضوع شويه. بص يا سيدي، انا عندي السلاش اهو بدايه الفايل سيستم، عندي فولدر اسمه هوم، في فولدر اسمه مصطفى، مصطفى عنده داونلودز، او بلاش كده داونلودز كابيتال كده اهو، دلوقتي عندي فولدر اسمه فار، وجوه فار شويه دايركتوريز منها مثلا لوج، وكان عندي كمان فولدر اسمه روت. تمام كده. طيب لو انا عايز اعرف ايه المكان اللي انا فيه دلوقتي، انا عايز اعرف انا موجود في انهي دايركتوري على الفايل سيستم دلوقتي، ها عندك امر اسمه بي دبليو دي اهو، بص قال لك انت موجود فين دلوقتي، بص قال لك انت موجود فين، في سلاش روت. تمام، طب ليه انا موجود في سلاش روت؟ لاني بص انا عامل لوجن بمين دلوقتي، انا اللوجن بتاعي اسمه ايه، انا اليو اي دي بتاع صفر، انا عامل لوجن بروت، ها وضحت؟ يبقى باي ديفولت لما بتعمل لوجن روت هو اوتوماتيك بيفهم ان الهوم دايركتوري بتاعتك ها هي سلاش روت، لو انت عامل لوجن اسمك مصطفى هيفهم على طول اوتوماتيك ان الهوم دايركتوري بتاعتك اسمها سلاش هوم سلاش مصطفى. بيجيب الكلام ده منين؟ لسه هنجيله بكره ان شاء الله، بكره هنوصل للحكايه دي بكره. تمام كده، طيب ممتاز. طيب اللي انا عايز اعمله دلوقتي ايه بقى؟ بص انا قلت له بي دبليو دي، بي دبليو دي معناها برنت وركينج دايركتوري، بي دبليو دي معناها برنت وركينج دايركتوري، يعني اطبع لي ايه الدايركتوري اللي انا موجود فيها دلوقتي. خلاص، طيب بص انا موجود هنا في المكان ده، طب انا عايز اتنقل اروح المكان ده، اخش جوه فار لوج، هتتنقل ازاي؟ قال لك عندك امر اسمه سي دي، وهتستخدم سي ده، سي دي ده، وتقول له سي دي المكان اللي انت عايز تروح له. لاحظ لازم تسيب مسافة بين الامر وبين المكان اللي انت عايز تروح له اهو، هقول له سي دي سلاش فار سلاش لوج، لوج دي دايركتري، لو هي دايركتري ضيف لها سلاش في الاخر او سيبها مش هتفرق معك طالما هي دايركتري. ماشي، تعال نجرب كده، بص كده بي دبليو دي قال انا موجود فين، في سلاش روت. طب انا عايز اتنقل، هقول له سي دي سلاش فار لوج، بي دبليو دي مره ثانيه، بص قال لي مكانك بقى فين، ها واضحه؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب عايز اروح لسلاش هوم، هقول له كده سي دي سلاش هوم اهو، بي دبليو دي مره ثانيه، طب عايز اروح تمب سي دي سلاش تمب، بي دبليو دي اهو، طب ال اس اهو، عندي شويه فايلز جوه تمب اهو، شويه دايركتوريز جوه تمب برضو. طيب ايه تاني يا سيدي؟ ها سي
سي دي مثلا هوم مصطفى داونلودز، خلاص كده. بي دبليو دي، ها شايف بقى مكاني بقى فين دلوقتي؟ خدت بالك؟ واضحه الحكايه ديه؟ يبقى سي دي بستخدمه عشان ايه؟ ها اتنقل من دايركتوري لدايركتوري ثانيه بالظبط زي اللي موجود في ويندوز. كل الفرق بس ان ويندوز كان بيتعامل بالباك سلاش، اللينكس بيتعامل ها بالسلاش لا اكتر ولا اقل. ادي كل الحكايه. وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ خلاص؟ طيب بص يا سيدي، عندك امر، انا قلت لك الامر طبعا استخدمه اسمه ال اس صح؟ تعالى كده سي دي سلاش تمب مثلا بي دبليو دي اهي سلاش تمب، طب ال اس. طيب بص كده، في عندك امر اسمه داير. داير هتلاقيه موجود على ويندوز وهتلاقيه موجود على لينكس الاثنين. الفرق بينهم ان ال اس بيعمل كالرنج للاوتبوت. تاني، الامر اللي اسمه ال اس بيعمل كالرنج للاوتبوت، ماشي كده. بص كده الاوتبوت بتاع ال اس او الناتج بتاع ال اس، بص هتلاقيه ملون، هيفهمك ان ده مثلا ده فايل عادي، هيفهمك ان ده دايركتري، هيفهمك اللون الاخضر ده مش عارف ده كذا. لسه هكلمك على الالوان، كل ما نيجي عند موضوع عند لون معين هن ايه هقول لك اللون ده بيمثل فايل نوعه ايه. يعني هتلاقي فيه الوان احمر واخضر ومش عارف ولبني، هفهمك كل حاجه من دول ايه بس لما نوصل لها. ماشي؟ طيب كلام جميل، نرجع مره ثانيه. يبقى دلوقتي عرفت ان الامر سي دي بستخدمه عشان ايه؟ ها اتنقل من دايركتوري لدايركتوري ثانيه. الامر اللي اسمه بي دبليو دي بيخلينا اتحرك، او اسف بيوريني ايه الدايركتوري اللي انا اتحركت فيها او الدايركتوري اللي انا موجود فيها. طيب ايه كمان يا سيدي ممكن نتعلمه؟ تعالى كده انا دلوقتي، انا دلوقتي المكان بتاعي فين؟ بي دبليو دي. تعالى كده مثلا ارجع سي دي سلاش روت، تمام؟ بي دبليو دي قال انا فين؟ في سلاش روت. طيب سي دي كده هوم مصطفى داونلودز، بي دبليو دي ها رجعني لهو او اداني هو مصطفى داونلودز. طيب انا عايز دلوقتي اعمل ايه؟ انا عايز ارجع مره ثانيه للهوم دايركتوري بتاعتي، او عايز ارجع او عايز ارجع لهوم دايركتوري بتاعتي، ها اعمل ايه؟ والله ممكن واحد يقول لي اعمل كده سي دي سلاش روت، ده حل صح؟ ده الحل. هوب افتكرت ان انا نسيت حاجه، فانا عايز ارجع مره ثانيه اهو بي دبليو دي قال انا بقيت في سلاش روت، لقيت نفسي لا 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 ده انا نسيت يا عم انفذ امر معين في المكان ده. ده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ارجع لهوم مصطفى داونلودز، عايز ارجع لهوم مصطفى داونلودز اعمل ايه؟ ها الحل في الحاله دي هتقول لي ممكن اعمل كده سي دي هوم مصطفى داونلودز، صح؟ حل طويل قوي، حل طويل قوي. ممكن تستخدم الامر ده كده سي دي تسيب مسافه وبعد كده داش، سي دي مسافه وبعد كده داش بيوديك للاست وركينج دايركتوري، لاخر دايركتوري انت كنت شغال فيها قبل اللي انت فيها دي على طول، تمام كده. بص لو جيت اقول له بي دبليو دي وداني فين، ها وضحت؟ ها واضحه الحكايه دي؟ يبقى السي دي داش بيوديك ايه لللاست وركينج دايركتوري. طيب كلام جميل. طيب بص لي كده يا سيدي، سي دي سلاش وليكن فار لوج، بي دبليو دي فار لوج. طب عايز ارجع مره ثانيه لهوم مصطفى داونلودز، هقول له ايه؟ سي دي هوم مصطفى داونلودز. طيب انا عايز ارجع كمان مره، بس المره دي بقى مش هرجع لاخر مكان كنت فيه، لا ده انا عايز اروح للهوم دايركتوري بتاعتي، عايز اروح للهوم دايركتوري بتاعتي.
ها اعمل ايه؟ والله الموضوع بسيط، ممكن واحد يقول لك كده سي دي كده سلاش روت، ده حل. في حل تاني؟ اه في حل ابسط، ممكن اقوله بس كده سي دي بس، بص كده لقيت اقوله بي دبليو دي وقال لي انت بقيت فين؟ في سلاش روت. يبقى سي دي من غير اي حاجه خالص او تشينج دايركتلي من غير اي حاجه خالص اوتوماتيك بيوديك لمين؟ للهوم دايركتلي بتاعتك. ها وضحت؟ وضحت؟ تاني تعال جرب كده سي دي مثلا سلاش تمب اهو بي دبليو دي قال لي انت في سلاش تمب. طب عايز ارجع للهوم دايركتوري بتاعتي، عايز ارجع للهوم دايركتوري بتاعتي، هقول له سي دي بس من غير اي حاجه اوتوماتيك وداني فين؟ ها رجعني للسلاش روت. واضحه؟ طيب في حل كمان؟ اه في حل كمان، تعالى كده وليكن سي دي سلاش اوبت. ها عايز ارجع للهوم دايركت للهوم دايركتوري بتاعتي، ها عايز ارجع للهوم دايركتوري بتاعتي اعمل ايه؟ والله بسيط جدا، قلت لك عندك سي دي بس صح؟ او سي دي وتحط له التلده، التلده اللي هي الشيفت والذال، التلده اللي هي الشيفت والذال اهو بص كده بي دبليو دي رجعني. خلاص معنى كده ان السي دي بعد كده تلده دي تساوي كده سي دي بس. الفرق اللي بينهم ان سي دي تلده ممكن استخدمها بشكل افضل. ازاي يا عم؟ بص تعال انا لو قلت له سي دي تلده لوحدها هيوديني فين؟ هيوديني للهوم دايركتوري بتاعتي صح؟ طب لو قلت له وديني للهوم دايركتوري بتاع الراجل اللي اسمه مصطفى ينفع استخدم سي دي تلده معاها؟ ها هقول له كده سي دي تلده مصطفى، بص كده بي دبليو دي شفت عمل ايه؟ كده كاني قلت له وديني للهوم دايركتوري بتاع مين؟ بتاع الراجل اللي اسمه مصطفى. شفت؟ ها وضحت؟ يبقى التلده ها اعتقد ان هي فعاله اكتر من مين؟ ها التلده فعاله اكتر من السي دي لوحدها. السي دي لوحدها بتستخدمها لو انت بس ايه؟ رايح لهوم دايركتوري بتاعتك انت فقط. انما مع التلده ممكن تروح لهوم دايركتوري بتاع يوزر تاني خالص. وضحت؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ ها حد يوقفني لو حد مش فاهم حاجه يوقفني. طيب حلو، في واحد بيقول لك وانا ممكن استخدم سي دي تلده داونلودز. والله لو عندك فولدر اسمه داونلودز او ممكن تستخدمها. يعني انا لو جيت اقول له كده سي دي تلده بس كده ال اس، هل انا عندي فولدر اسمه داونلودز هنا؟ لا مش عندي. يبقى لو جيت عملت له كده، لو جيت اقول له كده سي دي تلده داونلودز، ايه يا عم ده بقول لك نو ساتش فايل اور دايركتري. بالمناسبه انت عارف الامر ده معناه ايه؟ تلده دي لوحدها معناها ايه؟ سي دي تلده لوحدها معناها ايه؟ الهوم دايركتوري بتاعتي صح؟ طب سلاش داونلودز معناها انا عايز اروح للفولدر اللي اسمه داونلودز اللي موجود جوه الهوم دايركتوري بتاعتي. انما سي دي كده مصطفى بعدها على طول من غير سلاش في النص معناها عايز اروح للهوم دايركتوري بتاع الراجل اللي اسمه مصطفى للفولدر اللي اسمه داونلودز. ها فهمت الفرق بين الاثنين؟ يبقى لو حطيت بين التلده سلاش معناها اخش في الدايركتوري اللي في الهوم دايركتوري بتاعت انا. انما لو حطيت بعد التلده على طول اسم يوزر وبعد كده اسم دايركتوري معناها هروح للدايركتوري دي اللي موجوده في الهوم دايركتوري بتاع اليوزر ده. ها ما تلخبطش نفسك. تمام كده؟ مش فاهم الحته دي. تاني سي دي كده سي دي تلده لوحدها او سي دي سلاش فار لوج اهو. لو انت قلت له كده سي دي تلده لوحدها هيعمل ايه؟ بكل بساطه هيروح للهوم دايركتوري بتاعتك انت صح؟
اهو بي دبليو دي. جميل. طيب ارجع لي مره تانية كده لفار لوج، لو جيت قلت له مره تانية سي دي تلدا وبعد كده مصطفى، راح لمين؟ للهوم دايركتوري بتاع الراجل اللي اسمه مصطفى. حلو، في مشكله؟ ممتاز جدا. طيب تعالى نعمل اكزت، اسف بلاش اكزت، سي دي فار لوج مره ثالثه. لو انت جيت قلت له كده سي دي تلدا مصطفى هيوديني للهوم بتاع مصطفى. طب لو عايز اروح جوه فولدر جوه الهوم بتاع مصطفى، اهو اسم الفولدر اهو على طول بي دبليو دي، قال لي انت رحت الهوم مصطفى داونلودز. خلاص ماشي كده. طيب انما لو انت جيت عملت كده سي دي فار لوج، غير مره تانية وجيت اقول له سي دي تلدا وبعد كده قلت له سلاش، معناها وديني جوه فولدر في الهوم دايركتوري بتاعتي انا، لاني ما حددتلوش اسم اليوزر بعد التلدا على طول. لو حطيت له سلاش معناها ان انا هحط له ايه؟ اسم دايركتوري جوه الهوم بتاعتي انا اهو. تلدا ده معناها بتاعتي او الدايركتوري بتاع او الهوم دايركتوري بتاعتي. خلاص لو جيت اقول له كده هيقول لي مفيش دايركتوري بالاسم ده، وعنده حق بصراحه، لان لو جيت عملت له كده ls slash root في عندي فولدر اسمه داونلودز في الهوم دايركتوري بتاعتي، مفيش. بس خلاص ادي كل الحكايه. ماشي، يبقى كل الفرق بكل بساطه لو عايز بشكل مبسط، لو قلت له تلدا وحطيت له اسم اليوزر معناها عايز تنقل في الهوم دايركتوري بتاع اليوزر ده، لو قلت له تلدا وحطيت له بعدها سلاش معناها انت تتحرك في الهوم دايركتوري بتاعتك انت جوه فولدر في الهوم دايركتوري بتاعتك انت على طول. ها بس كده. طيب اللي بعده ايه تاني يا سيدي؟ طيب حلو جدا، سي دي تلدا كده بي دبليو دي، قال لي انت في سلاش روت. بص السؤال، لو عايز اكريت فايل فاضي، لو عايز تعمل كرييت لفايل فاضي، ها لو عايز تعمل كرييت لفايل فاضي عندك امر اسمه تاتش. تاتش ده هيكريت تكست فايل فاضي. لو قلت له تاتش كده الفايل واحد ال اس كده، اهو فايل واحد اتكريت. طب لو قلت له كده تاتش لفايل اتنين، اهو فايل اتنين كمان اتكريت. تمام. طب لو عايز تكريت اكتر من فايل، ها كنت اقول له كده تاتش فايل تلاتة وفايل اربعة. تمام. طيب ال اس كده الاتنين اتعملوا مع بعض في نفس الوقت، ايوه، والفايل بيكون نوعه empty text file، تكست فايل فاضي مش في اي حاجه خالص، تكست فايل فاضي. ماشي. طيب كلام جميل. اللي بعده السؤال بقى، قبل ما ننقل على اي حاجه تانية، قبل ما ننقل على اي حاجه تانية، بص لو انا جيت عملت كده تاتش لفايل واحد مره تانية، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لفايل واحد؟ خلي بالك انا كان عندي فايل اسمه فايل واحد كان موجود قبل كده، وجيت عملت له تاتش لفايل واحد، ها هل الكونتنت بتاع فايل واحد هتغير؟ لا، كل حاجه في فايل واحد هتفضل زي ما هي بالظبط. اهو ال اس فايل واحد موجود زي ما هو. طب امال ايه بقى يا حاج؟ ايه اللي هيحصل؟ بص كده بكل بساطه، اللي هيتغير هيعمل حاجه اسمها ابديت للتايم ستامب بتاع الفايل ده. بكل بساطه هيغير بس اللاست اكسسد تايم بتاع الفايل ده، هيغير اللاست اكسسد تايم بتاع الفايل ده. ماشي، عشان اثبت لك الحكايه دي، عشان اثبتها لك، بص ال اس داش ال ودي هنتكلم عليها بكره بالتفصيل. بص كده اللي يهمني فايل واحد،
بص فايل واحد اللاست اكسس تايم امتى؟ 9:44 دقيقة يوم 3 اغسطس اهو، شايف؟ بص كده لو جيت عملت له تاتش كمان مرة وجيت عملت ls داش ال، بص اللاست اكسس تايم ايه اللي حصل له؟ ها اللاست اكسس تايم بس هو اللي هيتغير، لكن الكونتنت هيفضل زي ما هو والفايل هيفضل زي ما هو، مفيش اي حاجه تانية تغير بالنسبه للفايل، تمام؟ يبقى تاتش لو الفايل مش موجود، تاتش لو الفايل مش موجود هيكريته، لو الفايل موجود ها اعمل ايه؟ لو الفايل موجود ايه اللي هيحصل؟ هيغير التايم ستامب بس. محمد بص ممكن تبقى تشوف الفيديو بعد كده عشان ما تضيعلناش وقتنا بس، تمام؟ عشان بس ما نقعدش نعيد الكلام مره تانية وثالثه ورابعه، حرام عليا بصراحه. طيب اللي بعده ها ايه تاني يا سيدي؟ يبقى كده قدرنا نتاتش فايل او قدرنا نكريت فايل فاضي. الحاجه اللي بعدها عرفتك ايه الفرق ما بين تاتش الفايل، فايل ما كانش موجود وتاتش الفايل كان موجود. ايه تاني اللي بعد كده بقى يا سيدي؟ اللي بعد كده بص لو انت لاحظت كده معايا، لو انت لاحظت كده معايا بي دبليو دي كنت بستخدمها عشان ايه؟ كان يعرفني المكان اللي انا موجود فيه. طب لو كنت قلت له كده سي دي فار لوج عندي، بص كده، وانا كنت بشتغل هنا كنت دايما بستخدم الفول باث ها بدايه من اول سلاش لحد المكان اللي انا عايزه. لاحظ كده كويس ها، كنت ببدا من اول الشجره من اول سلاش بعد كده اروح ها لفار بعد كده سلاش بعد كده لوج. لو كنت عايز اروح لداونلودز جوه الفولدر اللي اسمه مصطفى جوه هوم كنت هقول له سي دي سلاش هوم مصطفى داونلودز، شايف كنت بكتب الباث قد ايه؟ شايف انا موجود في فولدر ده دلوقتي. طب انا عايز اروح لهوم مصطفى كنت هعمل ايه؟ سي دي سلاش هو مصطفى، شوف كده التأمر قد ايه. طيب بص الطريقه اللي بكتب فيها الباث كامل دي كده، الطريقه اللي بكتب فيها الباث كامل بالشكل ده كده اسمها الابسوليوت باث. هو في طريقه تانية؟ بص كده قبل ما اقول لك على اي طريقه تانية اسمها الابسوليوت باث ليه؟ لاني بكتب الباث كامل كامل، ببدا من اول الشجره تمام، بعد كده جوه فولدر بعد كده سلاش بعد كده فولدر تاني بعد كده سلاش بعد كده فولدر تالت بعد كده سلاش بعد كده فولدر رابع لحد ما اوصل المكان اللي انا عايزه، تمام كده؟ عشان كده اسمها الابسوليوت، لان ممكن تسميها كده الفول باث. طيب في طريقه تانية؟ في طريقه تانية، الطريقه التانية اسمها الريلاتيف باث، والريلاتيف باث دي من اسمها بغير المكان اللي انا موجود فيه ها بشكل معتمد على المكان اللي انا موجود فيه او او لمكان ريلاتيف للمكان اللي انا موجود فيه. يعني ايه برضو؟ بص قبل اي حاجه هقول لك الطريقه دي، بس الريلاتيف دي هتعتمد على اتنين سيمبلز، الاول هو دوت الثانيه اسمها دبل دوت. الدوت دي معناها ها الكرنت وركينج دايركتري. طب الدبل دوت معناها البيرنت وركينج دايركتري، بس كده. طيب تعال كده يا سيدي نجرب، تعال نجرب اهو، بص لي هنا كده هوم مصطفى داونلودز بي دبليو دي اهو. طيب ينفع استخدم الريلاتيف باث دلوقتي؟ ينفع استخدم الريلاتيف باث عشان ادخل جوه هوم مصطفى على طول؟ هيقول له واحد ممكن يقول لك انا ممكن اعمل كده سي دي سلاش هوم مصطفى، ايوه بس الطريقه دي طويله قوي، طريقه قوي 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 يعني. طب تتحل ازاي؟ قال لك بص ممكن اعمل كده سي دي دبل دوت، دبل دوت كان معناها ايه؟ ها البيرنت صح؟
معنى كده بقول له اطلع من داونلودز روح لمصطفى اهو. لو جيت اقول له بي دبليو دي ايه اللي حصل؟ ها ايه اللي حصل؟ اوتوماتيك اتنقل للبيرنت. شفت؟ يبقى كان ايه الاسهل، ان انا استخدم الشكل ده ولا استخدم الشكل ده؟ ها في نظرك مش ده كده اسهل؟ واضحه صح؟ طيب ممتاز جدا. تعالى كده برضو هقول لك على حاجه، بس هنا بص كده كمان بي دبليو دي قال لي انت موجود في هوم مصطفى داونلودز. طيب كلام جميل. لو جيت اقول له يا سيدي انا عايز اروح للبيرنت كنت بقول له ايه؟ سي دي دبل دوت صح؟ فيها مشكله؟ طيب لو انا خليتها كده هل ده صح ولا غلط؟ هل ده صح ولا غلط؟ هي اصلا قبل ما تحكم صح ولا غلط، هي السنجل دوت كان معناها ايه؟ السنجل دوت كان معناها الكرنت وركينج دايركتوري، الدبل دوت معناها البيرنت وركينج دايركتوري صح؟ حلو. طب لو قلت له بالظبط كانك عامل زي ايه؟ كانك واقف في البيت عندكم بتقول لاخوك ها انتوا الاثنين قاعدين في الاوضه، ممكن تقول له كده روح المطبخ هات ازازه ميه. والله ممكن تقولها له بالشكل ده، او ممكن تقول له من الاوضه اللي انت فيها روح المطبخ هات ازازه ميه. نفس الوضع بالظبط عندنا، الشكل الاولاني اللي هو ده قلت له فيه روح للبيرنت على طول، روح المطبخ على طول. الشكل ده بقول له من المكان اللي انت فيه روح للبيرنت اهو، نفس الناتج بالظبط، الاثنين زي بعض. ها واضحه؟ طب ليه الدوت حاطينها بقى لما الدوت ملهاش اي لازمه اساسا؟ لما نيجي للشيل سكريبتنج هتعرف ان ليها لازمه. لما نيجي للشيل سكريبتنج هتعرف ان ليها لازمه، خلاص؟ خليك بس فاكر ان السنجل دوت معناها ها الكرنت وركينج دايركتوري، والدبل دوت معناها ها البيرنت وركينج دايركتوري. طيب كلام جميل. طيب ممتاز. سي دي كده مثلا هوم مصطفى داونلودز. بي دبليو دي. طيب لو انا عايز اروح للسلاش نفسها بقى اعمل ايه؟ لو انا عايز اخلي مكاني كده السلاش ده. ها اعمل ايه؟ لو قلت له كده سي دي دبل دوت كده هينقلني من الداونلودز يخليني فين؟ في مصطفى. طب كمان خلي بالك انا بفصل بين كل دايركتري والتانيه بايه؟ بسلاش في النص، يبقى لازم احط سلاش في النص. كده كمان دبل دوت كده نقلني من الداونلودز اداني مصطفى اول اتنين دوت. بعد كده فصلت بين كل دايركتري والتانيه بايه؟ بسلاش. طب الدبل دوت التانيه هينقلني من مصطفى يوديني فين؟ في هوم. طيب انا عايز اتنقل من هوم للروت، هقول له كمان سلاش دبل دوت كده هيوديني فين؟ ها كده هيوديني فين؟ للروت فايل سيستم اللي هو السلاش. بص كده بي دبليو دي قال لي انت موجود فين؟ في السلاش. شفت؟ كده وداني الروت فايل سيستم. طيب كلام جميل. ارجع كده var log او بلاش var log، خلينا زي ما احنا في هوم مصطفى داونلودز. بص لي كده، بص لي كده، لما جيت قلت له كده لو جه واحد، لو جه واحد حب يتذاكى على الفايل سيستم خلاص وراح عامل كده ايه اللي هيحصل؟ ها لو جه واحد حب يتذاكى على الفايل سيستم هل ده كده صح ولا غلط؟ هل اللي انا ضفته ده، بص انا عندي ثلاثة دايركتوريز اهو، ادا واحد ادا اتنين ادا ثلاثة، انا محتاج الثلاثة دول بس. طب الباقيين دول ها الفايل سيستم هيعمل ايه؟ هل هيطلع ايرور ولا هيطلع ايه؟ عارف؟
هيوديك برضو للسلاش. ايه ده؟ امال الزيادات دول ايه؟ الفايل سيستم هيعتبر ان انت واحد عبيط وحاطط حاجات كده زياده معاه فخلاص. اقول لك ليه؟ لان الروت فايل سيستم ملوش بيرنت، هو البيرنت اوف اتسلف. يعني السلاش كده، السلاش دي هي البيرنت اوف اتسلف، ملهاش بيرنت. تمام؟ فلو انت ضفت وقلت له اطلع للبيرنت بتاع السلاش، مفيش بيرنت اصلا للسلاش، هي البيرنت اوف اتسلف بس، فخلاص الموضوع منتهي. وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله في كده؟ حد عنده اي مشكله؟ تمام جدا، ممتاز ممتاز. طيب يبقى النهارده اتكلمنا على، ها قبل بس ما اعمل اي حاجه بص لي كده، cd/who/mustafa/downloads. خلاص انا عايز ابقى راجل غلس بقى، انا راجل غلس حلاق، وعايز اعمل ايه؟ انا دلوقتي واقف في المكان ده، عايز اروح للفولدر اللي اسمه فار لوج، عايز اتنقل هنا بس مستخدما الريلاتيف باث. انا عايز اتنقل مستخدما الريلاتيف باث، ها اعمل ايه؟ بص لي كده بي دبليو دي اهو، هقول له ايه؟ سي دي دبل دوت، كده هينقلني من داونلودز يخليني فين؟ في مصطفى. طيب كمان دبل دوت هينقلني من مصطفى في الهوم، كمان دبل دوت هينقلني فين؟ في السلاش. طيب هل انا بقيت في السلاش هنا، هل فار لوج البيرنت بتاعها السلاش؟ اه. طيب ممكن اكمل كده فار لوج اهو كده، صح؟ ايوه مظبوط 100%. وضحت؟ ها وضحت الحكايه دي؟ يبقى انت ممكن تفضل تطلع في الفايل سيستم من دايركتوري لدايركتوري تانية، ومن دايركتوري لدايركتوري تانية، ومن دايركتوري للسلاش، وبعد كده تحرك زي ما انت عايز. بس بصراحه خلينا منطقيين، يعني خلينا منطقيين، الشكل ده اصعب من لو اني كنت قلت له كده، مش اصعب، اطول. انا اصلا بستخدم الريلاتيف باث عشان اسهل الدنيا على نفسي، صح؟ يعني كان الهدف من ريلاتيف باث ان انا بدل ما اكتب باث طويل جدا وليكن اربعه دايركتوريز ولا حاجه، بقيت بكتبه بس في دبل دوت او دوت واحده بس، يبقى انا استخدمته عشان اعذب نفسي اكتر. هو صح تكنيكلي صح، لكن ما تعذبش نفسك يعني، يعني خليك تكون منطقي شويه يعني. ده دي نصيحه ليك انت طبعا، بمناسبه محدش يقدر يجبرك على حاجه زي كده يعني. استخدم بقى الشكل اللي يعجبك، استخدم ريلاتيف باث مفيش مشكله، استخدم الابسوليوت باث برده مفيش اي مشكله، خلاص. لكن ها انا بقول لك كنصيحه، ما تعذبش نفسك بس. واضحه؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب تمام جدا، تمام. طيب يبقى احنا النهارده، ها النهارده اتعلمنا ايه؟ مش نوت ريكومندد، لا لا لا، مش ما وصلتش مرحله نوت ريكومندد يا عم، لا ما وصلتش للمرحله دي يعني. لا انا بقول لك يعني سهل الدنيا على نفسك يعني، يعني يسره ولا تعسره، هو انت لازم تعذب نفسك وخلاص؟ نترك مود دي يعني ممكن تعمل مشكله، هي مش هتعمل مشكله ولا حاجه، هي مش هتعمل مشكله ولا حاجه، خلاص. طيب كلام جميل. يبقى النهارده اتعلمنا ايه؟ الكلام النهارده على الفايل سيستم، خلاص. وقلت لك ايه؟ كلمتك على الدايركتوريز اللي موجوده فيه، وان بعض الدايركتوريز سبيشال جدا. كلمتك ازاي تنافيجيت الفايل سيستم، ازاي تتنقل من دايركتوري لدايركتوري ثانيه، ازاي تكريت فايل فاضي، خلاص. ازاي تبريفيو الكونتنت بتاع الفايل، ماشي. ايه كمان؟ ها اتكلمنا على الابسوليوت وريلاتيف باث، تمام. اخر حاجه بقى خالص النهارده عشان اسيبكم تروحوا، اللي هي ايه؟ ازاي تاديت تكست فايل وتكتب جواه، ازاي تاديت تكست فايل وتكتب جواه، خلاص.
تعالى هنا كده سي دي بس كده، رحت للهوم دايركتوري، اعتقد انتوا خلاص عرفتوا سي دي معناه ايه. انا عايز اديت الفايل اللي اسمه فايل واحد واكتب جواه اي كلام واعمل له بريفيو. ها قال لك عندك امر اسمه نانو، نانو، وهقول له نانو فايل واحد، اهو نانو فايل واحد. خلاص نانو ده عباره عن تكست اديتور، تكست اديتور اسمه نانو، ماشي. هفتحه كده، بص ايه اللي ظهر. ممكن ابدا اكتب الكلام قدامي، بالمناسبه لو انت بصيت كده فاكر امبارح جنو بروجكت، جنو نانو، فاكر لما قلت لك ان جنو الناس قعدوا يكتبوا برامج من 84 ل 91، اهو نانو ده كان واحد من البرامج اللي قعدوا يكتبوا فيها في السبع سنين دول، فاكر ولا الناس نسيت؟ ها ما علينا. طيب نرجع بقى مره تانية. المهم انا كتبت في الملف دون، لو انت عايز تسيف الملف ده، ها لو انت عايز تسيف الملف، بص الاول لو انت عايز تسيف من غير ما تخرج من الملف، لو عايز تسيف تعمل ايه؟ بص كده تحت كنترول او بيعمل ايه؟ رايت اوت للملف، بيعمل رايت للملف، كنترول او اهو بيقول لي عايز تسمي الملف بنفس الاسم باسم فايل واحد؟ هقول له ايوه. لو ضغطت انتر كده الملف اتعمل له سيف. بص هتلاقيه عارض لك تحت بيقول لك ايه؟ ان بيقول لك في سطرين اتكتبوا رو تو لاينز، شايفهم؟ طب لو عايز تخرج كنترول اكس تاني، لو جيت فتحت الملف مره تانية الكلام لسه موجود جواه اهو. طيب تعالى كده نكتب اي كلام تاني، كتبت كلام كمان جديد. طيب عايز اعمل له سيف كمان مره، هعمل سيف كمان مره كنترول او اهو. هيسالك ها عايز تسمي الملف بنفس الاسم؟ عايز تسمي الملف بنفس الاسم؟ هقول له ايوه، اضغط انتر، هيسيف بنفس الاسم. طيب عايز تخرج كنترول اكس. يبقى انت لو قال لك نانو كوماند نوت فاوند، بتكتب نانو بتكتبها نانو كده ولا نانو كده؟ في فرق، انا قلت لك في فرق بين الكابيتال ليترز والسمول ليترز. لو بتكتبها كلها سمول وقال لك كوماند نوت فاوند، معناها ان انت مش عامل له انستول، معناها ان انت مش عامل له انستول، فانت لازم تعمل له انستول الاول. خلاص؟ طيب. كلام جميل. المهم بص اول فيديو هتلاقي فيه الانستوليشن بتاعنا اللي احنا عملناه. اعمل زي ما احنا عملنا بالظبط عشان بيزك تولز بس تكون موجوده، لحد بس ما نوصل للتراك الثاني. هعرفك ازاي تعمل انستول للباكجز وازاي تتعامل مع سيستم بشكل احسن، يعني هيبقى عندك حكايه الانستوليشن ده سهل جدا بالنسبه لك. خلاص حاضر، ابعت لكم الفيديوهات تاني. طيب كلام جميل. نكمل بقى بسرعه. اهو نانو الملف اهو، قعدت عدلت الملف. عايز اعمل سيف المره دي. طب السؤال بس لو انا عايز اعمل سيف واكزيت في نفس الخطوه، بدل ما اعمل سيف في خطوه واكزيت في خطوه تانية، ها اعمل ايه؟ اللي مكتوب تحت ده هي الاوامر اللي انت ممكن تطبقها على الملف ده. يعني مثلا كنترول كي بيعمل كات للتكست، كنترول يو بيعمل انكت، كنترول دبليو بيعمل وير، بتعمل فايند سيرش يعني، كنترول اكس بيعمل اكزيت. بص لو انت عايز تسيف وتخرج من الملف بكل بساطه، على فكره هشرح نانو مره تانية لسه قدام، انا بعلمك بس البيزكس، بس بعلمك البيزكس فقط. خلاص كنترول اكس. بص المره دي لو انت جيت كده حبيت تتذاكى وتقول له ايه، ها انا يا سيدي ما هعمل اكزيت للملف، هيقول لك بقى استنى عندك ده انت ما عملتش سيف، انت عايز تعمل سيف ولا لا؟ لو ضغطت بيس هيسالك
هيقول لك عايز تسيف بنفس الاسم. ها هقول له ايوه، هضغط انتر بس كده، عمل سيف وخرج الملف بخطوه واحده، بدل ما كنت بتعمل كنترول او عشان تسيف وبعد كده كنترول اكس عشان تخرج، اعمل كنترول اكس مره واحده. لو كنت عدلت هيعمل ايه؟ ها هيسالك عايز تسيف ولا لا. لو ما كنتش عدلت، بص لو انا ما عدلتش وجيت عملت كنترول اكس، كنترول اكس وانا ما كنتش عدلت اي حاجه، مش هيسالك اي حاجه خلاص. انت كده عملت بريفيو للملف بس، عملت ريد للملف بس. ايه اللي عرفني ان هو عمل سيف؟ ايه اللي عرفني ان هو عمل سيف؟ كات فايل واحد، عمل سيف ولا لا؟ ها اهو قدامك اهو، ماشي كده. بالمناسبه ممكن مع نانو، تعال كده نفتح نانو الملف ده، ممكن مع نانو تعمل سيرش مثلا، يعني مثلا يا سيدي تعال كده اعمل سيرش على كلمه زي ذس. بص عشان اعمل سيرش على كلمه كنترول دبليو اهو، كنترول دبليو، قال لي هتسيرش على كلمه ايه يا عم؟ هقوله الكلمه دي. بص عمل لي ايه، شفت عمل ايه؟ وخلى لي الكيرسر اوتوماتيك راح على مين؟ ها على اول ريزلت، ماشي. كنترول دبليو تاني، بص عمل ايه، كنترول دبليو نفس الكلمه، اضغط انتر، بص بيعمل ايه، بيخلي الكيرسر يتحرك اوتوماتيك على ايه، على الكلمه اللي انت بتسيرش عليها. طب كنترول دبليو كده على كلمه فايل، بص خلى الكيرسر راح فين. طيب كلام جميل. طب لو عايز تعمل كات للكلمه دي، عايز تعمل كات، ها كنترول كي، بص كنترول كي عمل ايه، راح واخد السطر كله كده كات. طب عايز تعمل له بيست، تعالى كده عايز اعمل له بيست تحت كده، اعمل له ايه، كنترول يو ان كات. شفت ايه اللي حصل؟ نانو يا جماعه بيزك، فيري بيزك تكست اديتور، لسه هناخد الفاي والفيم وهتشوف حاجه ادفانسد جدا يعني، تمام. طيب عايز تسيف الكلام ده، كنترول اكس. بص المره دي هو حاسس ان انا عدلت حاجه، ازاي هتخرج من غير ما تسيف اللي انت عملته دول، ماشي كده. فبص بيقول لي عايز تعمل سيف الموديفايد بافر ده، يس ولا نو؟ هقول له واي، يس. هتسيف بنفس الملف بنفس الاسم، هقول له ايوه، انتر. بص ايه اللي حصل، كات كده للملف اللي اسمه فايل واحد، ها اتكتب الملف، اتعمل له سيف. ممتاز جدا. طيب حلو جدا، يبقى النهارده كده الحمد لله، الحمد لله عملنا ايه، قدرنا نتعامل مع الملفات، قدرنا نافيجيت الفايل سيستم، كلمتك على اهم الدايركتوريز اللي موجوده في الفايل سيستم. خلاص يعني ايه مش بيوضح اي نتيجه، قول لي نتيجه ايه اللي انت مستنيها منه. لان النيبر شيب دي بتحصل بالراوترين، انت بتلعب مع فايل، النيبر شيب دي بتحصل مع راوترين، ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ بتتكلم في حاجه تانية خالص اساسا. ايوه ما هو ده، ما طلعلكش ايرور معناها ان الحاجه اتنفذت مظبوط. انت لو نفذت الحاجه غلط هيطلع لك كده يديك على وشك ويقول لك استنى عندك في حاجه غلط. يعني انت لو جيت تقول له كده ال اس لملف اسمه تيستنج، انا ما عنديش ملف اسمه تيستنج، طلع على طول اديك على وشك وقال لك في حاجه غلط. خلاص كده. طيب مطلوب منك يا سيدي ان شاء الله بكره تكون جاي مجرب الحاجات اللي احنا عملناها دي. خلاص هيتبعت لكل واحد فيكم ان شاء الله فايل في الحاجات اللي احنا خدناها امبارح والحاجات اللي احنا خدناها النهارده واكزامبلز عليها كمان، تمام. الفيديوهات كمان هتترفع بكره الصبح وهيجي لكم نسخه منها.
النهارده بس الرفع اتاخر لحد المغرب لان المساحه كانت كبيره جدا يعني، تمام. والفيديوهات قعدت خدت وقت كبير جدا مني لحد ما ضغطتها، الفيديوهات كانت معديه جيجا ونص، وعلى ما قعدت اضغط فيها عذبتني معاها، تمام كده. وبعد كده خدت وقت اكتر كمان في الرفع، كانت حوالي 350 ميجا او 400 ميجا. فالعذاب بس اللي اتعذبته معاكم كان في ان انا اضغط بس الفيديوهات لمساحه يعني تبقى معقوله شويه، ماشي كده. طيب كلام جميل. باذن الله هنكمل بكره. بكره هعمل ريفيو سريعه كده في خلال 5 دقائق، وبعد كده ايه ابدا اخش بقى على البيزك يوتيليتيز. بكره بقى هيبقى بدايه الشغل الحقيقي بتاعنا. بكره هنتكلم ازاي كوبي فايلز، ازاي موف فايلز، ازاي ريموف فايلز، وبعد كده هخش على البيرميشنز، ماشي تمام. ممتاز. باذن الله بكره بقى ايه الناس تيجي كده فايقه شويه عشان ايه بكره يبقى يوم طويل ان شاء الله. تصبحوا على خير واشوفكم بكره باذن الله. يلا. سلام عليكم.